يا تغريد مالك شايل الهم كده ليه؟ هو في حد عاوز يشيل الهم يا احمد؟ الهم هو اللي عمال يحط علينا زي ما يكون غراب اسود بينقر فوق راسنا. ايوه بس دي تعتبر حادثه ومش هتعدي كده. هتعدي ولا ما تعديش؟ حاسه اني مخنوقه وخايفه بس مش عارفه ايه اللي خانقني ولا عارفه انا خايفه ليه. لا مش ممكن ده كله يكون بسبب العربيه او يكون بسبب الظابط ابن صاحب البيت. اكيد في حاجه وانت مخبيها عليا. مفيش يا احمد قلت لك مفيش. هو لو في حاجه يعني هخبيها عنك ليه؟ لا في. انت مش شايفه دماغك مغرقه وشك ازاي؟ الناس دي دمعتي قريبه حتى وانا فرحانه دمعتي بتبقى قريبه. على اي حال المشاكل اللي زي دي بيحلوها الرجاله. ما تخافيش في ناس لسه بتعرف الحق وبتقف جنبه. احمد هو انا لو طلبت منك طلب تعمله؟ انا عمري ما اتاخر عنك. اكتب عليا يا تغريد. ما الموضوع ده يعتبر منتهي واحنا واخدين فيه القرار النهارده مش بكره الليله يا احمد. مش بقولك انت مخبيه عني حاجه؟